السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 24 من شهر شعبان المبارك، أعاذه الله علينا وعليكم باليمن والبركات. ونستمر في الدعاء في هذا الشهر المبارك، فأمنوا معي أثابكم الله. اللهم عافني في ديني، وعافيني في جسدي، وعافيني في سمعي، وعافيني في بصري، واجعلهما الوارثين مني يا بادئ لا بادئ لك، يا دائم لا نفاد لك، يا حي لا يموت، يا محيي الموتى، يا محيي الموتى والقائم على كل نفس بما كسبت. صلى اللهم على محمد وعلى آل بيته، وأفعل بما أنت أهله. اللهم فارق الأصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، أقضي عني الدين، وأعزني من الفقر، ومتعني بسمعي وبصري وقوتي في سبيلك، أنك أرحم الراحمين. اللهم أنت أرحم الراحمين، لا إله غيرك، والبديع ليس قبلك شيء، والدائم غير الفاني، والحي الذي لا يموت، وخالق ما يرى وما لا يرى. كل يوم أنت في شأن، وعلمت كل شيء بغير تعليم، فلك الحمد، فلك الحمد. الله 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 ربي، لا أشرك به شيئا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. اللهم إني أسألك بأنك ملك مقتدر، وبأنك ما تشاء من أمر يكن، وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، وآله الطيبين الأخيار. يا محمد، إني أتوجه بك إلى الله ربك وربي في حاجتي، أن يصلي عليك وعلى آلك الطيبين الأخيار، وأن يفعل بي ما هو أهله. اللهم إني أسألك باسمك الذي يمشى به على ظلل الماء كما يمشى به على جدد الأرض، وأسألك باسمك الذي تهتز له أقدام ملائكتك، وأسألك باسمك الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له، وألقيت عليه محبة منك، وأسألك باسمك الذي دعاك به محمدا فغفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأتممت عليه نعمتك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وأن تفعل بما أنت أهله. اللهم إني أسألك بما عاقل العز، بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك. اللهم إني أسألك باسمك الأعظم، وجدك الأعلى، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. اللهم أسألك يا الله، يا رحمن يا رحيم،
يا ذا الجلال والإكرام، إلها واحدا فردا صمدا قائما بالقسط، لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، وأنت الوتر الكبير المتعال. أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني الجنة عفوا بغير حساب، وأن تفعل بي ما أنت أهله من الجود والكرم والرأفة والرحمة والتفضل. اللهم لا تبدل اسمي، ولا تغير جسمي، ولا تجهد بلائي يا كريم. اللهم إني أعوذ بك من غني يطغيني، اللهم إني أعوذ بك من غنى يطغيني، ومن فقر ينسيني، ومن هوى يرديني، ومن عمل يخربني. أصبحت وربي محمود، أصبحت ولا أشرك به شيئا، ولا أدعو معه إله، ولا أتخذ من دونه وليا. اللهم صل على محمد وآل محمد، وهون علي ما أخاف عسرته، وسهل لي ما أخاف حزونته، ووسع علي ما أخاف ضيقه، وفرج عني هموم آخرتي ودنياي برضاك عني. اللهم هب لي صدق اليقين في التوكل عليك، واجعل دعائي في المستجاب من الدعاء، واجعل عملي في المرفوع المتقبل منك. اللهم أعني على ما حملتني، ولا تحملني ما لا ولا تحملني ما لا طاقة لا به. حسبي الله ونعم الوكيل. اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر بي، وانصرني على من بغي علي، واهدني ويسر لي الهدى. اللهم إني أستودعتك ديني وأمانتي وخواتيم أعمالي وجميع ما أنعمت به علي في الدنيا والآخرة، فأنت السيد لا تضيع ودائعك، وأعلم إنه لا يريرني منك أحد، ولن أجد من دونك ملتحدا. اللهم لا تكلني إلى غيرك طيفة عين، اللهم لا تكلني إلى غيرك طرفة عين أبدا، فما سواها لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم آتني في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقني عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار، ودمتم